هلا بالغالين، حياكم وبياكم. اليوم بنجيب لكم قصة مع الشيخ إبراهيم. إنزين، خلاص بسم الله نبدأ القصة مع الشيخ إبراهيم. هلا هلا أبو ناصر، حياك الله ومرحبا. تذكر قصة من القصص اللي مرت علي في السجن؟ إنزين، نذكرها كذا على السريع. نعم، ما شاء الله المساجين سبحان الله ما يغلبهم شيء. اللي دش هناك يمكن يعرف الاختراعات اللي موجودة داخل. بالفعل. اختصر السالفة، هي مرة من المرات جونا زيارة شباب من قسم ثاني. احنا طبعا كنا في السجن المركزي اقسام، فجونا زيارة شباب من قسم ثاني وكانوا سكارة ما شاء الله، متعلمين خلطة يصنعوا بيها يعني خمر. سبحان السجن. الله في السجن. والمصيبة جونا القسم، أيوة، وعلموا الشباب هذه الطريقة، هذه الخلطة اللي يعني عبارة يسوي فيها الخمر. سبحان الله. والله طبعا الشباب يعرفوني اني يعني انا شيدة ذيك الايام خلاص وكذا، والحمد لله رب العالمين. فطبعا كل شيء يصير من وراي، هاي الامور ما تصير يعني بعلمي. سبحان الله. في مكان انا كنت متخذنا ايدس اقرا فيه القرآن. مكان كذا يعني في القسم نفس الممر يعني، لكن منعزل، وهذاك المكان قريب من غرفتي، فكنت دائما اجلس اقرا فيه، والشباب يتمرنوا في هذا المكان. هناك يتمرنوا في يعني كذا اثقال وكذا، والاثقال كان عندنا، ما عندنا صاله طبعا، كانوا يسووا الاوزان بدبات. ما شاء الله. دبات اللي هي هاي 4 لتر، ايوه، تدخل هناك عشان التنظيف وكذا، كانت اتوقع. فالمهم يستغلوها يسووا فيها. عموما مرت الايام من بعد ما يو هذيل الاشخاص وعلموا الشباب، طبعا ما كان عندي علم. جاني واحد من الاخوه زين من الشله معاهم، ولكن انب ضميره الظاهر او خاف انه بتصير مصيبه، يعني خاصه اذا سكروا مصيبه، واذا ضربهم تسمم مصيبه، لان هاي الصناعه المحليه اللي راح يجربوها الله اعلم وش يصير معاهم يعني. ايوه. فجاني اذكره اتوقع الله اعلم كان بعد صلاه العشاء، المهم في الليل انتي او بعد الفجر، ما اذكر بالضبط الوقت، لكن كذا قال لي ابو خليل ترى الشباب صانعين خمر. سبحان الله. قال صانعين خمر، قلت لي لا تمصحر، قول غير هذا الكلام. خمر احنا هنا في السجن، اتقي الله. سمعنا يضربوا حبوب يصرف لهم، سمعنا يضربوا حبوب ادوية نفسية يستلموا كذي. أيوة. لكن خمر كحول في السجن وهذه مصيبة. ايوه. كيف؟ قال لي تعرف وين محطوط الخمر اللي يعني مصنوع؟ وين؟ قلت له وين؟ قال لي من وين تجلس تقرا؟ في المكان اللي تقرا فيه قران. اتق الله. لا اله الا الله. قال لي هناك في ذيك الدبات تشوفهن، كنا يعني قريب من الموقع. قلت له ايوه. قال هذيله فيهن الخمر. انا طبعا ما اشك فيهن الدبات. صح. لان هناك اصلا الدبات مال التمرين، ايوه، وملحفات كانن مفوطه، فانا ما اجي في بالي. صح. وطلع الخمر اخوك يقري عليك اليوم. لا اله الا الله. انت تقرا عليه؟ استغفر الله. اقري عليه يا اخي. فالمهم قلت له خلاص خلى الموضوع عندي، ان شاء الله الامور طيبه، بس الموضوع عندي ان شاء الله. انزين. سكت ما قلت شيء. ايوه. بعد صلاه الفجر الناس كل حد دخل غرفته خلاص يشيروا يناموا. الشباب اللي كانوا اصلا مواصلين يرقدوا هذاك الوقت، خلاص يصير هدوء. وانا في العاده اجلس في ذاك المكان اصلا، صرت جلست في مكاني. ايوه. ما سويت اي شيء، خلاص كل حد دخل مكانه. ايوه. عندي مطوع بعد كان يصلي ابنه، يعني شخص صوته جميل ندي. فالمهم قلت له اريدك. ايوه. موضوع. هو اجنبي. قال زين. قلت له تعال شيل معي. زين. لما جينا للدبات يعني قريب تنفجر، يمكن منتفخات. قلت الله اكبر، هذا كيف اذا راح في بطونهم وش بيسوي؟ سبحان الله. وش بيسوي من المصايب؟ هم صانعين، كيف صنعوا من هيش منها؟ والله ما مشكله اذا قلنا وش مصنوع، يمكن يعني بعد حتى يتعلم. صح. بالفعل. ايوه. خلي مستوره. المهم شلم
أخذنا هذه الدبات وتخلصنا منها. طبعا ما تخلصنا منها كامل مع الحبوبة. لا فرغناها في الزبالة. ايوه. الريحة اللي ما ودك تشمها والحالة اللي ما ودك تشوفها. سبحان الله. رجعت الدبات اتوقع مكانهن. اذكر. اظن اني رجعتهن مكانهن. عموما قلت اراقب الوضع. انا الحين خبرني الريال لكن ما قال لي من الاشخاص. انزين. انا اشوف المكان. الا انا جاي من كنت طالع من الميز. ايوه. بعدها يمكن في وقت الظهر كذا. الا اثنين من ربعي. ايوه. صانعين الخمر. ما شاء الله. اشوفهم طالعين من هناك كل واحد يأشر على الثاني. ان اخوز ابراهيم ترى جاي. ايوه. بيشوفنا بيعرف ان احنا يعني خلاص هم اكتشفوا الوضع انه انت فركشت السالفة. ايوه. والخمر مالهم تخلصنا منه. اتوقع انهم ما رجعوا يصنعوا مرة ثانية. سبحان الله. لكن سبحان الله يعني ما يغلبهم شيء. صح. يعني السجين يتصرف. يسوي أي شيء. اللي دش هناك يعرف. سبحان الله. ولكن في النهاية كل واحد يحاول يشغل نفسه في شيء. صح. هم يدوروا الراحة يعني لكن ماشي راحة في المعصية. صحيح. ماشي راحة في المعصية. يتعبوا حتى احنا نشوف هناك المساجين اللي يمشي وراء هذه الطريق يتعب. صح. اما اللي هناك يستغل وقته في عبادة الله والتقرب من الله. لا بالعكس تصدق الشيخ كنا ما نحصل وقت اصلا. سبحان الله. عشان نفكر. سبحان الله. فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله. هاي قصة كذا تذكرناها قلنا نذكرها. جزاك الله خير يا شيخ. جزاك الله خير. ان شاء الله انكم استمتعتوا مع القصة. الشيخ ابراهيم. وان شاء الله كل ما حصله بطلع قصص من معه. بس انتوا ترقبوا.